والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. ننتقل إلى زميل رجاء رمزي ومتابعة اقتصادية. إليك رجاء. شكرا ليلى، شكرا محمد. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. سلم محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة عقود التجمع التنموي في منطقة خشم القاد بوسط سيناء على المنتفعين، ذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكرى تحرير سيناء. بلغت كلفة إنشاء 10 تجمعات تنموية متكاملة نحو 4,057,000,000 جنيه في المرحلة الأولى. تم تسليم عقود التجمع التنموي بخشم القاد إلى 39 مواطنا، بينما سيتم تسليم باقي المواطنين بالتجمع 39 منزلا كمرحلة ثانية، ذلك بعد 10 أيام من تاريخ التسليم الأول. مجلس الوزراء صدر من حوالي 4-5 شهور على إدخال الكهرباء للتجمعات، وراح جاي مطلع في نفس اليوم اللي صدر فيه 100,000,000 جنيه لصالح هذا الموضوع، وهيعاقبهم 100,000,000 تاني. يعني التكلفة بتاعت الأبار حوالي 200 وحاجة، فطلع هو تصديق ب100 والتصديق التاني إن شاء الله هيطلع بس لما يخلص ال100,000,000 الأولانيين إن شاء الله. هنحضرها وسينا إن شاء الله في قلوبنا إن شاء الله. قدمت في التجمعات التنموية لسينا والنهاردة مضيت العقد وقلت كل ملاحظاتي، وإن شاء الله بإذن الله تكون فتحة خير. وده طبعا مشروع دولة، يعني كل السبل متوفرة إن الواحد ينجح إن شاء الله بإذن الله. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط. ارتفع خام برنت بنسبة بلغت 3.9 بالمئة ليستقر عند 75 دولار 3.3 سنت للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الأمريكية الوسيط بنسبة بلغت 4.1 بالمئة ليبلغ 71 دولار 34 سنتا للبرميل، فيما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 3.85 في المئة لتصل إلى دولارين 32 سنتا للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعية بنسبة بلغت 1.71 في المئة مسجلة دولارين 2.14 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وزارة الفلاحة المغربية أنها تعمل على تعزيز سلاسل الانتاج من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة لخفض تكاليف الانتاج، وأيضا تشجيع زراعة النباتات القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية في ظل أسوأ أزمة جفاف يعيشها المغرب منذ أكثر من 4 عقود. يأتي ذلك بعدما بلغت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية، مما أسهم في زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة. دفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية. اعتبر صندوق النقد الدولي أن تعزيز العلاقات التجارية ما بين الدول الأفريقية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية، ويسهم أيضا في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ. ورأى تقرير جديد للصندوق أن إصلاح السياسات التجارية وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في أفريقيا يمكن أن يسهم في زيادة بعض التدفقات التجارية ما بين الدول الأفريقية بأكثر من 50%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ليلى ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجل.